تشاهدون فريق الجدعان في أضخم معرض صناعي في مصر، والذي يضم 3 معارض تحت سقف واحد. الأول لتشكيل المعادن وماكينات CNC والعدد واللحام، والثاني معرض تكنولوجيا الهواء المضغوط ومستلزماته، والثالث لمعدات المناولة والأوناش والمخازن. فريق الجدعان يلتقي المهندس تامر منصور استشاري المعدات الطبية، والذي يتحكم في الهواء بالمناطق المغلقة ويمنع الحرائق ويحول أي مكان لغرفة عناية مركزة في وقت قياسي. الصناعات الهندسية قاطرة من قاطرات التنمية وزيادة الدخل القومي، ومستحيل نقدر ننهض بيها من غير تحديث لخطوط الإنتاج والمعدات والتخزين وتوفير التمويل اللازم للتحديث وتدريب وتأهيل العمالة وإيجاد حلول للمصانع المتعثرة وبذل أقصى الجهود لاستبدال المكون المستورد في أي منتج صناعي بمكون محلي، يعني باختصار صنع في مصر. ده مش مجرد شعار، ده كفاح وجهد وخطة مدروسة بتنفذها الدولة. كل التحديات اللي بتواجه الصناعات الهندسية في مصر ناقشناها مع جدعان الصناعة خلال زيارتنا لأضخم معرض صناعي في مصر، واللي ضم 3 معارض تحت سقف واحد. الأول ماكتك لتشكيل المعادن وماكينات CNC والعدد واللحام، والتاني معرض إيرتك لتكنولوجيا الهواء المضغوط ومستلزماته، والثالث هاندلينج إكسبو لمعدات المناولة والأوناش والمخازن. كان معرض مهول فعلا بقاعة المؤتمرات بمدينة مصر. تعالوا في البداية نقابل المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، واللي هيكلمنا عن جهود الدولة لمساندة القطاع الصناعي في مصر، وازاي نحمي الصناعات المغذية اللي هي أساس كل صناعة كبرى. خلينا أقول لحضرتك إن إحنا عندنا تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعة الوطنية. تمام. اتحركنا إزاي؟ كيف تنفذ هذه التكليفات؟ هو طبعاً إحنا من حضراتكم مشرفينا ومنورينا، وأعتقد إن من خلال الكلام اللي إحنا هنتكلمه النهاردة ومن خلال تواجدكم معنا والأجواء اللي هتشوفوها في المعرض دوت، هتشوفوا إن في صناعة وطنية وفي صناعة مصرية تقدمت عن الفترة السابقة. القيادة السياسية الحقيقة طلبت مننا تعميق التصنيع المحلي. ما هو تعميق التصنيع المحلي؟ هو إحلال المكون المحلي محل الأجنبي. صحيح. الحد من الواردات. ده حلم. عشان نوصل للحلم ونوصل للكلمة الجميلة اللي كنا كلنا عشناها في فترة زمنية أنا شخصيا شفتها وأنا صغير، كلمة صنع في مصر. الكلمة دي النهاردة بنشتاق ليها، عايزين نرجعها تاني. نرجعها تاني ازاي؟ نرجعها بتعميق التصنيع المحلي اللي احنا النهارده وصلنا منه لنسب كانت غير مسبوقه. انا شخصيا ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اوصل بالنسبه للاجهزه الكهربائيه على وجه التحديد ان انا اوصل بتعميق تصنيع محلي قد يصل الى 72%، وده رقم انا كنت بتمناه وما كنتش متخيل ان انا اقدر اوصل له. عندنا قصه نجاح كبيره على فكره في قطاع الاجهزه الكهربائيه، لو رايك فكرت فيها كيف نجح هذا القطاع بهذا الكم وبهذا الحجم من المبيعات؟ لان يا فندم احنا النهارده بنقعد مع بعضينا، نقعد على طاوله المفاوضات. انا لما بروح اي مصنع او اي شركه من الشركات المنتجه للاجهزه المنزليه بقول له لو سمحت هات لي الحاجات اللي انت بتستوردها من بره وحطها لي على الطاوله كده، واحنا قاعدين بنشرب الشاي وكده الضيافه، بيقول لي اجي 10 مكونات 15 20 ايا كان الرقم، معايا فريق عمل. بقول اللي يعرف يعمل حاجه من الحاجات اللي موجوده على الطاوله ديت يشيلها. بص الاقي اتشال 10 اتشال 12 اتشال 15، هتعرف تعمل دي؟ اقول طب خش شوفها وهي بتركب فين، عشان وانت بتصنعها قد تبتكر، قد تحط لي اضافه عليها، قد تديني منتج انا تضيف اضافه ما هياش موجوده، لان الخواجه مش هيديني السر بتاعه، مش هيديهولي. بيخش يشوفها ونلتقي تاني. امتى تاني؟ يقولوا بعد اسبوعين 15 يوم ونلتقي. اقول لهم لا، وانا كمان اسبوع من عندي هنلتقي بعد 21 يوم، وكل واحد يجيب المنتج بتاعه اللي هو عمله ونبدا نشوفه ونجربه على الطبيعه. طب حضرتك بتتكلم عن صناعات مغذيه. ايوه يا فندم، لان ده اللي احنا محتاجينها ودول الرئيس بيتكلم عليها، لكن قادرين نحميها؟ ما انا ما عملتش صناعه مغذيه واتعب عشان اعمل لك القطعه اللي بنستوردها من بره. سؤال حضرتك جميل، لان دوت السؤال ده هياخدنا لحته تانية كمان، حته مهمه جدا. النهارده
تحويل المستوردين الى مصنعين. انا النهارده بعد ما عملت اللي انا قلت لحضرتك عليه دي بخاطب الوزير بتاعي، بخاطب الوزير واقول ان انا نجحت بان انا اطلع المكونات دي، لو سمحتوا ندي تعليمات للجمارك المكونات دهيت احنا عملناها خلاص. تعريفة الجمركية بتاعتها لابد انها تتغير، لان احنا عندنا القدرة التصنيعية ان انا اعمل الكلام ده واغطي. لان خلي بال حضرتك من حاجة مهمة جدا، هدية النهاردة بتيجي بدولار، انا هعرف اعملها بدولار؟ لا. ولو وصلت ان انا اعملها بالدولار او باتنين دولار يعني لازم احدث عشان اقدر اوصل للدولار. زي ما حضرتك تفضلت وقلت، محتاج ايه؟ محتاج تكنولوجي، تحديث تكنولوجي، تحديث مالي، تحديث مالي، ايا كان طبيعة الجهاز المصرفي. الحقيقه واقف معانا يعني ما نقدرش ننكر الحته دي، الجهاز المصرفي واقف معانا. ويمكن حضرتك كاعلامي تتبعت المواقف بتاعت الجهاز المصرفي الفتره اللي فاتت، ان هو تخفيض قيمه الفايده ده برضك دعم من دعم العظيمه بنك المركزي. وبرضك حاجه تانية، الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر ان هو يديله الفايده بتاعتها، بيخفضها، انه بيديله فتره سماح. كل الكلام ده هو بيبقى ليه ايه؟ بيبقى ليه مردود، المردود بتاعه مردود ايجابي. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس حازم بدر، منظم المعرض الصناعي. دلوقتي هنقابله وهنعرف منه ليه بيضم ثلاث قطاعات صناعيه ضخمه تحت سقف واحد. انا عايز اعرف منك، المصنع اللي عمره 20 سنه قدرنا النهارده ان احنا نعمله ثلاث مصانع في بعض، كلمنا على الثلاث قطاعات اللي فيه. اهلا بحضرتك، شرفتونا. هي فعلا دي الدورة العشرين للمعرض. احنا الفكرة قايمة ان احنا بنخدم كل مصانع مصر، بنديها بالمعدات والماكينات والعدد اللي ممكن تخليها تنافس المنتج العالمي. الصناعة في رأيك، وانت بتنظم اكبر معرض صناعي في مصر، هل تجاوزت ازمة الكورونا؟ محرك الازمة ليها اثار موجودة، بس الناس ادركت تماما مع الازمة ان لا مفر من التصنيع. وإحنا هنا دورنا نمد المصانع المصرية بالجديد من معدات وماكينات، فبالتالي إحنا كتف بكتف معاهم في التوجه لتعميق التصنيع المحلي والاعتماد على مكونات محلية، وصولا إلى منتج بقى بالكامل مصنع محليا في كافة المجالات الصناعية. الصناعة الوطنية مش هتتطور غير بالتحديث وبالمعارض. الشركات العالمية اللي بتنزل بالمعدات بتاعتها والمكانات بتاعتها فاهمة وعملنا عروض ولا لا؟ يا فندم، السوق المصري يعتبر اقوى سوق في الشرق الاوسط وافريقيا، والازمه بينت الكلام ده اكتر. فبالعكس، ده احنا عندنا طلبات ل 2021 من دلوقتي، يعني لولا ظروف السفر احنا كان هيبقى عندنا مشاركات اقوى. حضرتك ملاحظ في اسواق قفلت او شبه تجمدت. السوق المصري عنده طاقه استيعابيه كبيره جدا، فالشركات الاجنبيه حاليا داخله، وفي منها شركات بتفتح مصانع في مصر بالشراكة مع الصناعة الوطنية. واحنا في المعرض الصناعي قابلنا المهندس تامر منصور، وهو استشاري معدات طبية ومبتكر. تعالوا نتعرف على ابتكاراته، وهي باختصار جهاز لمنع حدوث الحرائق في الأماكن المغلقة والصغيرة، وكمان الجهاز ده بيستخدم برضه في تأمين المباني ومنع الحشرات والقوارض وغيرها، لأنه بيتحكم في نسبة الأكسجين في المكان. أما الاختراع الثاني فهو وحدة لخدمة مريض مستقلة، يعني بيقدر يحول أي مكان لغرفة عناية مركزة. راح كده اشرح لنا كل اختراع. الأول أنا بشكر حضرتك على الاستضافة الجميلة دي. تستحق، ربنا يخليك. أول اختراع هو تطوير في نظام منع حدوث الحريق. منع حدوث الحريق، مش مكافحة الحريق. لا، مش مكافحة الحريق، تمام، ما قبل الحريق، تمام. سعادتك، السيستم التقليدي أو الأنظمة التقليدية بتكافح الحريق، بمعنى أنها بتنتظر الحريقة تظهر وبعدين تبتدي تطفيها، سواء بالمية أو بالغاز أو بالفوم أو كده. لكن السيستم اللي أنا بتكلم عليه أنه بيمنع حدوث الحريق من أساسه. إزاي؟ إزاي؟ أنه القصة أن أنا عندي closed volume، ان انا بتحكم في نسبه مكان مغلق، بتحكم في نسبه الاكسجين والنيتروجين اللي في الجو. ده اللي بيساعد على الاشتعال، ده اللي بيساعد على منع الاشتعال. تمام بالراحه بس عشان نفهم معاك. تمام. القصه دي ان انا بغير في نسبه الاكسجين ونسبه النيتروجين اللي في الهواء الجوي، وانا كمان ادم معيش ولا هحصل ايه؟ بضرب عصفورين بحجر. اول حاجه ان انا بمنع حدوث الحريق، من الناحيه الثانيه انا بخلي البني ادم يتنفس عادي جدا، ما بحسش باي اي تعب في النفس اطلاق. طب ده جهاز بيتركب يعني ولا ايه بالظبط؟ فانا بركب جهاز يولد النيتروجين من الهواء الجوي ويضخه في المكان المغلق، هيضخ نيتروجين
ويسحب الاكسجين يقلله ويضخ نيتروجين عشان يظبط لي النسبه اللي انا عايزها. الجهاز ده حضرتك مصنعه في مصر هنا؟ الجهاز ده ممكن يتجمع في مصر هنا. يتجمع يا فندم. الجهاز موجود على مستوى العالم وليه تطبيقات كتيره جدا. يمكن في المعرض موجود مولدات النيتروجين وفي مولدات الاكسجين. طيب الاختراع الثاني؟ الاختراع الثاني شبيه بالاولاني ونفس الفكره، ان انا في العنايه المركزه بعوز اكسجين وبعوز هواء طبي مضغوط وبعوز شفط. حضرتك متخصص في الاجهزه الطبيه صح كده؟ تحديدا في الغازات الطبيه. فالاختراع الثاني ان انا عملت وحده خدمه اعلى المريض. الوحده دي بتبقى موجوده فوق كل سرير في العنايه المركزه او في الاقامه، بتحتاج تتربط بالمحطه المركزيه عشان تاخد الاكسجين، وبيجي لنا من خلال اسطوانات وبيجي لنا من خلال خزان اكسجين. وهو الوحده دي اصبحت مستقله، انا بركبها وبدلها كهرباء بتطلع لي الثلاثه جازز دول من غير اي حاجه. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يواصل رحلته في أكبر معرض صناعي في مصر، حيث يلتقي بالسيد ممدوح عافية رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، والذي يسعى إلى دعم ومساندة أصحاب الصناعات المغذية بهدف استبدال المكون المستورد بالصناعات الهندسية بمكون محلي.